ضحية زواج مبكرة جديدة تنضم إلى قافلة ضحايا الزواج المبكر التي حصلت بمدينة مسكوري، وهذه المرة كانت ضحيتها خديجة محمد البالغة من العمر 16 ربيعة، بعدما تم حرقها من قبل عمها لرفضها الزواج. هذا ما جعل وزيرة النوع الاجتماعي والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو بزيارتها بالمستشفى من أجل الاطمئنان عليها وعلى حالتها الصحية، وبعيد الاستماع لشروح عن صحتها من قبل الطبيب. تأسفت الوزيرة أمينة بريسيل لونغو لهذه الحالة التي وصفتها بالغير إنسانية. لا شفتو شو خلاص شفنا أختنا البتنا خديجة بنيسة خيري وشو قل فصل بيجا لعدة عشان ورات ماتي دورة مارياج هي لساسة خيري 18 ans لسا ما لقيتا وشو قل فصل ده جم وسولية دونك اليوم دينا شفناها في أوبيتال ورينا شو كان لغوفرنور ما فورس دي ديفانس اي سيكوريتي كاروبو الرادل الدسو السجايد في الجندرميري واكو ما هاجينا جاي ياخد مرض وايد في الدا ما ندورو خمام ده قال لي بيني لمارا. هذا ونذكر بأن الجنات سيتم تحويلهم إلى المحكمة من أجل نيل عقابهم.